ولمناقشة تداعيات قرار قيس سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى التونسي ينضم إلينا عبر سكايب من تونس العاصمة الكاتب الصحفي التونسي سعيد الزواري. مرحبا بك معنا سيد سعيد. مرحبا، أهلا وسهلا وتحية لك ولكل المشاهدين وشكرا على الاستضافة. إجراء تلو آخر بعد حل البرلمان والحكومة، يتهم الرئيس قيس سعيد مجلس القضاء الأعلى بالفساد ويقوم بحله. هل باتت كل مؤسسات الدولة الدستورية فاسدة برأيه، وبالتالي الحل هو حل هذه المؤسسات؟ نعم، يعني هو بعد تجميد عمل البرلمان وتجميد عمل كافة أعضاء البرلمان في 25 من جويلية الفارط، وأيضا ثم حل الحكومة السابقة حكومة هشام المشيشي، يعني الآن هو هذا الإجراء الثالث الأكبر من حيث الإجراء، وهو حل المجلس الأعلى للقضاء. هو في الحقيقة في تونس يعني ليس بالقرار أو بالقرار المفاجئ، هو فقط يعني كان قرار منتظر، كنا ننتظر فقط التوقيت متى سيعلن الرئيس، منذ 25 جويلية وحتى قبل 25 جويلية حديث الرئيس قيس سعيد في كل مرة كان يتوجه للقضاء وكان يلوم القضاء ويعتبر أن جزء من القضاء هو فاسد وجزء من المشاكل التي تعيشها وعاشتها تونس منذ الثورة هو في من جراء القضاء الفاسد، يعتبر أن القضاء والفترة أو من حكم 19 سنوات قد استغلوا القضاء لمصالح ضيقه، مصالح حزبيه، وقد تلاعبوا بعدد القضايا، وبالتالي فانه كل هذا القرار اذا لم يكن مفاجئا، هو فقط يعني يمكن اليوم ان نقول ان قيس سعيد قد جمع كل السلطات في يده، حتى السلطه التنفيذيه كان هناك حتى لدى الاوروبيين ولدى الامريكان ولدى الغرب، يعني المراقبون للوضع في تونس كان هناك نوع من ربما الاستقلاليه لهذا القضاء، كان هناك نوع من توزيع السلطات بين الرئيس على الاقل وبين السلطه القضائيه. الان الرئيس هو لم يكتفي بحل المجلس، هو عين وزيره العدل حتى تقوم كترأس ما ربما يمكن وصفه بمجلس انتقالي لتسيير القضاء، وبالتالي هو يريد سيعين، اعتقد انه هذا المجلس الجديد الانتقالي سيعين فيه القضاة الذين هم يعني قريبون من الرئيس ومن يعني هواء الرئيس قيس سعيد، وبالتالي اليوم يمكن ان نقول ان قيس سعيد فعلا النظام قد تحول الى نظام من رئاسيين، وان الرئيس قيس سعيد اصبح يجمع كل السلطات في يده مهما كانت الاسباب التي بنى عليها. استاذ سعيد، نعم، ما تقييمك لموقف مجلس القضاء الذي قرر عدم الاعتداد بقرار الحل ومتابعة أداء مهامه؟ هل نتوقع صداما ما بين مجلس القضاء وبين مؤسسة الرئاسة هناك؟ نعم، نتوقع تمرد من القضاة الذين ينتمون إلى المجلس الأعلى للقضاء، قوات يعني من كافة الأصناف القضاة، أعتقد أنه سيكون هناك تمرد، وأعتقد أنهم أكثر من ذلك قد عملوا الحساب لمثل هذا اليوم، وكانوا لهم لقاءات سابقة مع رئيس الجمهورية وكانوا يعرفون نية رئيس الجمهورية، يعني أنه سيأتي يوم ويحل المجلس، وبالتالي فإنه يعني أعتقد أن لديهم خطط، والإعلانهم اليوم مثلا أنهم يعني أنهم أن المجلس في حالة انعقاد دائم وستأخذون قرارات، هذه من الردود الاوليه، وقد يعني راسلوا المفاوضات الاوروبيه والمفاوضات الامميه من اجل اطلاعهم على كل يعني ما يجري في تونس في بعد حل المجلس على القضاء. بياناتهم تؤكد انهم سيتمردون على قرار الرئيس قيس سعيد، لن يستجيبوا الى هذا الاجراء، لن يستجيبوا حتى وان صدر هذا المرسوم. ثم ايضا حتى القضاة الذين يعني بقيه القضاة، هناك محاولات حتى من القضاة الشبان اليوم يدعون، وهناك دعوات الى اضراب عام، هناك من يدعو لاضراب عام مفتوح في كافة المحاكم الجمهورية، هناك من يدعو لاضراب يومين فقط يعني من اجل يعني التحسيس، ثم ايضا رافق ذلك تلك الهبة او تلك البيانات التي المتواترة في الحقيقة من الاتحاد الاوروبي، من الولايات المتحدة الامريكية، من بقية مكونات يعني الدول التي تراقب الوضع في تونس. هذا التواتر
كله عبر عن خشية من يعني تفرد الرئيس قيس أتوقع سعيد أن بالأسقوط. تؤثر تلك الردود على أداء الرئيس في المرحلة المقبلة، هل يعتد الرئيس قيس سعيد بردود الفعل الدولية وتعني له شيئاً؟ نعم، هو في الظاهر يبدو أنه لا يهتم كثيرا بهذه الردود ولم يهتم بها سابقا، ولكن أعتقد أنه سيهتم وسيعمل، وحتى يعني ما يتحدث عنه في الفيديو من أجل يعني تشويه القضاء أو جزء من القضاء، ومن أجل يعني الأسباب التي دفعت إلى ذلك، هو موجه ليس إلى تونس، ليس إلى التونسيين، موجه إلى الرأي العام الدولي، يريد أن يؤكد في كل مرة ويبعث برسائل طمأنة إلى الخارج بأن لا خوف على الديمقراطية في تونس، لا خوف على الحريات في تونس، هذا ما يتحدث عنه ويحاول طمأنة الغرب به. ولكن أعتقد أن هذه الخطوة التي أقدم عليها كانت ربما أكبر، وكانت على الأقل كان هناك نوع من حتى الغرب الذين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين كانوا يتحرجون من وصف ما حصل في تونس ربما بالانقلاب وتفرد قيس سعيد بالسلطه، كانوا يعني اعطوا لقيس سعيد عديد الفرص من اجل ان يثبت ان يعني لا خوف على تونس على الديمقراطيه، وسيكون هناك ستعود الامور الى ما كانت عليه، ولا خوف على الحريات. ولكن هذه المره اعتقد انه باستحواذه وبحله للمجلس الاعلى للقضاء، اعتقد ان الرساله وصلت واضحه الى الاوروبيين من حيث لا يقصد قيس سعيد ان يعني انه هناك نيه لتجميع السلطات، وهناك نيه لتحويل النظام الى نظام رئاسي، ما معنى اليوم ان يقوم بتعيين مجلس قضاء عدلي، يعني مجلس انتقالي، ان تعين رئيس او وزيره العدل على راس هذا المجلس، ان يعين فيه فقط القضاة المقربون من الرئيس قيس سعيد، هذا يعني ربما قد يكون مهما كانت نظافة يد قيس سعيد وما كانت نيته صادقة، ولكن هذا ليس أبدا مظهرا من مظاهر الديمقراطية، دون أن نغفل أن القضاء قد عاش في تونس خلال 10 سنوات أسوأ أزمة وأسوأ فترة وأسوأ مرحلة، والكل يطالب بالإصلاح للجهاز القضائي ويجب أن يصلح، وقد نعم استغل من الأطراف السياسية والحزبية ومن كافة المكونات طيلة 10 سنوات، ولكن نعم للإصلاح، لكن ليس بالإصلاح أن يكون إصلاح من الداخل، ولكن ليس الاستحواذ على هذه السلطة بشكل كامل. نعم، هذا كلام مهم. بعض المراقبين يعتقدون بأن الرئيس قيس سعيد تمكن من الاستفراد بمؤسسة تلو الأخرى، وبأن المواقف المحلية لم تكن مواقف على قدر ما كان يقوم به من إجراءات، إلى أن وصلنا إلى هذا المشهد الذي نتكلم عنه اليوم، ووصلنا إلى القضاء، وربما في جعبة الرئيس قيس سعيد المزيد من الخطوات والإجراءات في المرحلة المقبلة. هل تعتقد بأنه كان لابد من جميع الأطراف على اختلاف مشاربها في تونس أن يكون لها موقف أكثر التصاقا بالديمقراطية وبمبادئ الثورة التي انطلقت في عام 2011؟ يعني هو يعني نعود إلى 25 جويلية مثلا، الاسباب التي بنى عليها قيس سعيد يعني اجراءات 25 جويليه ثم مرسوم 117 فيما بعد، كانت اجراءات واقعيه، وكانت اجراءات يعرفها جيد التونسيون ويريدون التغيير. عشنا 10 سنوات يعني من التخبط، يعني وصلنا الى مرحله خطيره، مرحله شبه انهيار للدوله. كانت هناك على الورق كانت هناك ديمقراطيه تمثيليه، كانت هناك رئاسه يعني جمهورية، كانت هناك رئاسة حكومة، كان هناك برلمان، كنا نعيش في نظام شبه برلماني، ولكن المشهد ديمقراطي نعم، ولكنه كان يعني لم يكن ديمقراطيا في أرض الواقع بأتم معنى الكلمة. كانت هناك يعني سياسة يعني الذين حققوا المصلحة هم فقط الأحزاب والشخصيات التي يعني حكمت ما بعد 2011، يعني وضعية الشعب تردد اكثر فاكثر، وبالتالي استغل قيس سعيد كل تلك الظروف من اجل القفز واجراء القيام باجراءات 25 جويليه. الاكثر من ذلك انه احنا يعني تلك الديمقراطيه التي بنيناها طيله 10 سنوات ودستور 2014 الذي يقال انه احسن دستور، يعني هذه الديمقراطيه في اول مرحله وفي اول يعني كبوه لم تستطع حمايه نفسها، هذا الدستور لم يستطع حمايه نفسه، الرئيس قيس سعيد اغلب يعني اغلب اجزائه،
لم تستطع البرلمان حماية نفسه، لم تستطع هذه الحكومة حماية نفسها، قام بتجميد البرلمان وبرفع الحسنة عن البرلمانيين، قام بحل الحكومة الأحزاب السياسية حتى تلك الفائزة في الانتخابات في المرتبة الأولى والثانية لم تستطع، وهي الآن في تونس في ركن تتظاهر أحيانا وتقوم بمظاهرات. الخطوات التي قامت بها كل أصناف يعني أصناف المعارضة مع 25 جويلية كانت خطوات هزيلة ولا ترتقي إلى ربما مقاومة ما يعتبرونه انقلابا. وصلت الفكرة أستاذ سعيد، نتمنى التوفيق لكم. شكرا لك أستاذ سعيد الزواري الكاتب الصحفي التونسي، كنت معنا من العاصمة تونس، شكرا لك.